تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. وفي إطار التعاون بين وزارة النقل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوفير أتوبيسات صديقة للبيئة، تتحرك أتوبيسات مجهزة طوال فترة المهرجان لتيسير وتسهيل الانتقال على جمهور مهرجان العلمين الجديدة. وسائل نقل فاخرة، أتوبيسات مجهزة تتحرك طوال فترة المهرجان، تبدأ رحلتها من القاهرة والإسكندرية لتيسير وتسهيل الانتقال على برتاد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. احنا عندنا الأتوبيسات الخاصة بسوبر جيت بتنطلق من القاهرة وإسكندرية وصولا إلى الشاطئ العام ومنطقة الحفلات. احنا الأتوبيسات الثانية اللي هي الحضرية اللي هي الكهربائية بتربط الخدمات الشاطئية بالخدمات الخاصة بالمدينة، بمدينة العلمين القديمة، والتواجدات السياحية الموجودة على طول الطريق. احنا بنطلع خطين او معادين، معاد الساعة 7 الصبح ويرجع الساعة 8 مساء. ده للي عايز يجي يقضي طول اليوم على الشاطئ ويشوف الأنشطة ويشوف المهرجانات ويشوف الشركات اللي عاملة معارض أو أنشطة طلابية أو كده. دولت بيقضوا كل يوم عايزين يروحوا الشاطئ برضو، العام بيروحوا وبيرجعوا الساعة 8 بالليل. المعاد التاني الساعة 4 ويرجع الساعة 2 بالليل. ده اللي عايز يجي يحضر الحفلة المسائية بيقضي يومه برضو في الحفلة وفي المساء والجو الجميل وبيرجع آخر الليل إن شاء الله. دولت المعادين دولت من القاهرة من محطة عدلي منصور، ودي محطة تبادلية بتوصل لها جميع وسائل النقل. الرحلات بتبدأ من القاهرة بتاخد في حدود من 4 ساعات لخمس ساعات في الطريق على حسب السرعات المقررة من إدارة عامة المرور. بنوصل لمقرنا المحدد لينا في العلمين الجديدة حسب ما الشركة بتحدد لنا. طبعا الناس مشتاقة انها تيجي هنا في العلمين، المكان جميل ساحر، المكان جميل جدا فعلا بجد، حاجة جميلة جدا وحاجة فوق الممتازة اللي احنا بنشوف حاجة مختلفة في مصر. ويأتي هذا بعد تعاون بين وزارة النقل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوفير أتوبيسات صديقة للبيئة مجهزة بأعلى تقنيات من الخدمات، من مخارج للشحن وتكييفات وسعة كبيرة للجلوس والوقوف، بالإضافة لبنية تحتية تخدم وسائل النقل الذكية بمدينة العلمين الجديدة. وفور وصولك لمدينة العلمين الجديدة لتستمتع بأجواء المهرجان في نسخته الثانية، تجد أنواعا أخرى من الأتوبيسات صديقة للبيئة تنقلك من مكان إلى آخر لتستمتع بأجواء المدينة الجديدة. أما وسائل النقل الداخلية فتتحرك داخل المدينة لتنقل مرتادي المهرجان من فاعلية إلى أخرى، مثل الممشى السياحي والمنطقة الشاطئية واليو أرينا، بالإضافة للمدينة التراثية نظرا لتنوع الفعاليات واختلاف أماكنها. طبعا مدينة العلمين الجديدة ده حدث كبير وجميل كل مصر بتشهده، وحاليا بيجرى مهرجان العلمين 2024. كان دور وزارة النقل انها دفعت بأتوبيسات صديقة للبيئة لتستكمل منظومة النقل داخل هذه المدينة الجديدة، بأتوبيسات كهربائية فيها كل الإمكانيات اللي تدي راحة للمواطن. احنا جاهزين 24 ساعة لأي تشغيل، ننقل الناس في أي وقت، بالليل بالنهار احنا جاهزين. الأتوبيس سعة عدد الكراسي 38 كرسي، ميزة جميلة جدا لذوي الهمم، ممكن يقدر يركب بمنتهى الأريحية بالعجلة بتاعته أو إذا كانت كهرباء أو عادية. وتنوعت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، حيث اشتملت على عدد كبير من النشاطات الشاطئية والجوية والرياضية، فضلا عن الحفلات الغنائية والموسيقية المستمرة حتى آخر شهر أغسطس. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.